جايين احنا مره اخرى كنخرجوا هنا في الرباط من اجل التضامن مع الاخوان ديالنا في الحراك ديال الريف، واننا ما اخر مره خرجنا كان تم القمع ديال الوقفه ديالنا، وحنا اليوم تنبينوا بان مصممين في جميع الاحوال باش نضمنوا مع الحراك ديال الريف، خاصه وان المطالب ديالو هي مطالب عادله، وان الاخوان ديالنا في الريف باش كيطالبوا بفتح حوار مع النشطاء ديال الحراك، كيطالبوا باطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وكيطالبوا بالاستجابه للمطالب ديالهم الاجتماعيه اللي هي مطالب مشروعه. كنواب كنحاولوا نقوموا بالواجب ديالنا، ولكن خاص ضغط المجتمع باش نصلحوا هذا الوطن. حنا بغينا نصلحوا هذه البلاد. اما ما يتعلق اليوم هادشي الازمه الثقه اللي حقيقيه على المستوى الوطني وبصفه خاصه في الريف، هادشي راه كارثه. كنقولوا بان اولا خص اطلاق سراح جميع المعتقلين، هادو شباب اللي مارسوا حقهم في الاحتجاج السلمي، رغم ما قالته التلفازه المغربيه من الكذوب، كذبات على عباد الله كتقول بان مارسوا العنف وداك الشيء كله، راه كانوا سلميين. فهادو خص اطلاق سراح جميع الشباب على راسهم الزفزافي والرفاق ديالو.